بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتورة غادة البرغوثي دوشق، أعمل حاليا كزمالة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة نيويورك أبوظبي. أبحاثي تتركز على مجال الكهروضوئيات والضوئيات، وهو فرع يندرج تحت الفيزياء التطبيقية. تحديدا أبحاثي تقوم بتطوير مواد جديدة نسميها مواد ما بعد السيليكون لزيادة كفاءة المستقبلات الحسية التي يتم توظيفها في مراكز نقل البيانات. الرسالة اللي بحب أوجهها للباحثات بالأخص المرأة في العلوم والتكنولوجيا، الأبحاث في العلوم والتكنولوجيا تحتاج إلى الكثير من الوقت والتكريس، فالإنسان اللي عنده حب وشغف للعمل اللي بيكون فيه دائما لذة الوصول وحب الوصول بتكون عنده غاية، فعشان هيك ما بيشوفها حتى شغلة كتير صعبة. فالرسالة الأساسية إنهم يشتغلوا على موضوع هم بيحبوه، وأيضا العمل الدؤوب والإصرار، لأنه طريق النجاح هو ليس طريق مفروش بالزهور. الباحثة بتواجه العديد من المشاكل، لكن الإصرار والعزيمة بعد التوكل على الله تعالى أكيد هي المفتاح للوصول لكل القمم.